الو، نعم امي. ايه شو بدك؟ امي لا تتعاملي معي بهي الطريقه مشان الله، كثير حاسه بالوحده وما حدا عم يسمعني بنوم. والله شو جوزك اللي كنتي واثقه فيه تركك بعد يومين؟ لا ما تركني. ليش عم تحكي هيك؟ علاقتنا كثير منيحه. كثير منيح يا بنت، ان شاء الله يلي تركتي اهلك مشانه يكون مستاهل. انت رحتي بعتي اهلك مشان واحد مو معروف قرعت ابوه من وين، وما عملتي قيمه لامك وابوك ابدا. ايه مو مشكله، انت اخترتي طريقك وما فيك تلومي حدا بالمره. مفكرتيني كثير مبسوطه وانا بعيده عنكم، مستحيل تتخيلي قديش متضايقه من هذا الموضوع. مالي مصدقه. انتوا لو كنتوا تسمعوني ما كان صار اللي صار. تعرفي يا ريت لو كان فيني اجي لعندك احكي لك كل شيء واشكي لك همي، وانت توقفي معي وتنصحيني بوقتها. يمكن ما كنت خسرت الحمل اللي كان ببطني، كانت اختلفت اموري لو بعدني حامل. خلص بقى، يلي بيغلط لازم يتحمل النتائج. الله يخليكي يا امي، لا تعملي هيك. اذا انت تخليتي عن بنتك مين اللي رح يوقف جنبها هلا؟ خلص حاجبكي، يلا هدي اعصابك. شو بدي ساوي؟ قليلي شو صاير معكم؟ متخانقة أنت وجوزك أو بيت حماكي؟ لا أنا وياه مو متخانقين، بس الواحد لازم يحس إنه أهله واقفين جنبه. أنا ما بقدر أتخيل إنكم ممكن تتخلوا عني بنوم. يعني أنت مفكرة إنه القصة سهلة علينا؟ جاوبيني. بس أنت يلي عملتيه مو قليل أبدا. مسحتي الأرض بأبوكي، تبهدل كتير وصارت سيرته على كل لسان، وبعد هالحكي عمك حمل حاله وراح لهنيك. شو بدا يعمل الرجال غير انه يحافظ على سمعة العيلة ولو على عيون العالم على الأقل؟ ايه المهم، قليلي أهله شو رأيهم بالموضوع، بدهم ياكي ولا لا؟ ايه شو لكان؟ لكان خليهم يجوا بشكل رسمي ويطلبوكي منا. بدنا نسكت هالعالم يلي عم تحكي علينا، هذا أقل شي منعمله. بعدين منفرح فيكي ومنعمل لك عرس مثل العالم والناس. شو رأيك بهالكلام؟ عن جد وقت أبوك بيرفع راسه وما بيبقى أي سبب يخلينا نزعل منكم. هذا اللي رح يصير. ابدأ يا بنتي، الناس أكلت وشنا وما ضل حدا نقدر نحط عيننا بعينه. ما في مشكلة، إذا بدكم رح نعمل عرس. خلص رح نعمل عرس مثل العالم والناس. أنا ما رح خلي حدا يحكي عليكم ولا يهمك أبدا. يعطيك العافية، مع السلامة، عيديها مرة ثانية إن شاء الله. تفضل هي قهوتك. يي اجت بوقتها، بلكي راسي بيروق شوي. خلص ما في داعي، انت فوت على شغلك. اسفي عليك يا سامي، الشيء اللي عم يصير ما بيليق بجيرتنا ابدا. انت شو بك يا بني ادم؟ استغفر الله. ليك انا ما في عندي الا هالبنت، وما راح اسمح لحدا يزعجها مين ما كان يكون. انت شو قصدك؟ طالما ابنك المنظوم طلع متجوز، يبعد عن بنتي ويروح بحال سبيله. لا تخليني اغلط بحقك يا حسين بيك، عم اقول لك روح على شغلك. ومشان ما نخسر بعض قول لابنك خليه يحل عن بنتي. انت اللي حكي مع بنتك، الا الزلمه متجوز. استغفر الله. ليك
أنا ما عم أحكي شي لأنه لساتها صغيرة. ابني ما ضايقها أبدا. هي اللي عم تركض وراه بكل مكان. مين راكض ورا مين يا رجل؟ مين راكض ورا مين؟ أصلا ابنك اللي عم ينطلها هون وهون. طب ابنك وقصور الشر، لأنه قسما بالله العظيم إذا بشوفه مرة تانية ماشي ورا بنتي وعم يزعجها وقتها ما راح تساهل معه أبدا. لك روح طب بنتك حبيبي. صباح الخير. أعتبره آخر إنذار. صباح النور يا ابني. أنا ما رح روح. خذ المفتاح، طلع أنت على التوزيع. مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. لو سمحت أعطيني 3 كعكات. ماشي. شلون صارت سمرة كنتكن؟ منيحة. تفضلي. خفتوا عليها كتير وتكركبتوا مو هيك؟ بس شو هالبنت؟ الله يعينه لمهند عليها. بعرف انه انا ما لازم احكي هيك شي، ما دخلني هذا الموضوع عائلي. اي موضوع عائلي؟ بس انا بحبه لمهند وما بدي اياه يكون متضايق ابدا. اكيد انتو كمان ما بتريدوا هذا الشي. مشكورة. سامي بيك، مهند عم ياخد هذا الموقف وعم يخرب حياته بس مشان ما يتراجع عن كلمته. كمان فهمت انك واقف معه وعم تدعمه، حتى عم تجبره شوي. لك انت شو بدك يا مرأة؟ شو بدك؟ ليش عم توجع راسك؟ عم وجع راسي لاني بحبه لهالولد. انا بعرف شو بدك، بس خطتك فشلت. ما قدرت تضبطي علاقته مع هي البنت، ما هيك؟ ها؟ لا، انت عن شو عم تحكي؟ الولد متجوز وانتو لساتكن عم تلحقوه؟ عيب عيب. إذا بتفكر شوي بتعرف إنه اللي عم تساويه أنت هو العيب. هديك البنت ما لزم ولا مهند. أنت فكرت بابنك شي؟ أنتم ما وقفتوا جنبه لهالولد ولا مرة لحد هلأ. ما بكفي تحمل السجن مع إنه هو ما كان مذنب؟ ابنك وافق على كل شي كنتوا عم تطلبوه منه وعاش مثل ما بتكون. لك بدل ما تجي وتأمره وتقله أنا بدي إياك تساوي هيك، حاول تسأله ولو مرة واحدة هو شو بده.